وكان عليه الصلاة والسلام لا يدع ركعات الفجر لا في حضر ولا في سفر، يعني كان إذا سافر ترك التسبيح، التسبيح يعني النوافل، إلا أنه لا يترك ركعتي الفجر حتى في السفر. وقال عليه الصلاة والسلام في ركعتي الفجر ماذا قال؟ ركعتا الفجر، هذا المقصود به ماذا؟ سنة الفجر، ليست صلاة الفجر وإنما هي سنة الفجر، خير من الدنيا وما فيها. والحديث هذا عند مسلم في الصحيح، احفظوه. وكيف يأذن المسلم نفسه أن يترك ركعتي الفجر وقد قال عنها النبي عليه الصلاة والسلام بأنها ماذا؟ ها؟ خير من الدنيا ما فيها. الله أكبر، يعني مشروع مربح، هذا عظيم جدا جدا عظيم. وهي ركعتان خفيفتان كان النبي صلى الله عليه وسلم يستفتح بهما يومه بالتوحيد، يقرأ الفاتحة وقل يا الكافرون الفاتحة وقل هو الله أحد. فلا تدعها يا عبد الله، لا تتركها. نعم.